وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المؤرخ الأستاذ راشد الجاسم. مساء الخير أستاذ راشد. فضيحة التزوير لأي وثائق هي وصمة عار على الجهة المزورة عند حتى الفرد العادي بما تحمله من ضرب للأخلاقيات، ولكن أنتم كمؤرخين وكمهتمين بالتاريخ كيف تنظرون إلى عملية تزوير بهذا الحجم طالت حكام وسكان؟ في الحقيقة سيدتي الفاضلة، إذا أردنا أن نتحدث عن عملية تزوير التاريخ فنستطيع القول بأن ذلك النهج القطري قد بدأ يتضح للعيان عندما تم ترجمة كتاب دليل الخليج لجي جي لورمر، حيث أن عملية التلاعب في الترجمة قد دفعت دولا خليجية لإعادة ترجمة الموسوعة عن بكرة أبيها، وبالتالي بدأ هذا النهج يتضح للعيان، وبدأت الأمور تتضح بشكل أكبر عندما صرفت أموالا طائلة لتزوير 81 وثيقة تاريخية حول مزاعمها في الزبارة وجزر حوار، وتقدر وتعد هذه العملية أكبر عملية تزوير في تاريخ محكمة العدل الدولية. نلاحظ أيضا بأن التزوير التاريخي تركز بداية على أيضا يتركز على وثائق حكام، يعني أشخاص أعلام. نعم. يعني كيف أن عملية التزوير تكون على ختم حاكم وختم يعني استبداله بختم آخر، فالعملية واضحة. هناك أيضا وثائق تتحدث عن مسؤولين لم يستلموا مناصبهم الرسمية، هناك وناهيكم عن الوثائق التي تتحدث عن أهالي البحرين. فكانت بداية العملية كانت تخص عملية التزوير في السيادة الحدودية للبحرين، بعدها انتقلت العملية لتشمل حكام الخليج الآخرين. نعم سيد راشد، كما ذكرتم هي إذن ليست المرة الأولى التي يقوم بها النظام في الدوحة بتزوير وثائق تاريخية وشواهد، برأيكم ماذا يعكس هذا؟ والله يا سيدي الفاضلة، التاريخ لا يمكن، يعني التاريخ لا يمكن تزويره بهذه الطريقة الفاضحة. نعم. فمهما يعني تعددت الوسائل فإن للتاريخ أهل يحفظون هذا التاريخ، وللتاريخ أيضا شواهد، وللتاريخ أيضا أسر تتوارث هذه المعلومات ووثائق مدونة. نحن في بلد لله الحمد بلد يحفظ الوثيقة ويعتني بالوثيقة منذ القدم، فهذه العملية تعد أي محاولات بائسة لأغراض سياسية بعيدة عن الأمان العلمية والتاريخية. نعم المؤرخ والأستاذ راشد الجاسم، شكرا جزيلا لك.